طيب نروح بقى لكيروش. امبارح يعني اعلن كيروش القائمه المبدئيه للفراعنه المشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون 2021، واللي المفروض ان هي ان شاء الله هتنطلق من 9 يناير وحتى 6 فبراير. نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكره القائمه المبدئيه اللي ضمت 40 اسم من اللاعبين، ومن المقرر ان يعني كيروش يعلن القائمه النهائيه مع نهايه شهر ديسمبر الجاري. وشهدت القائمه غياب طارق حامد نجم نادي الزمالك، واللي كان استبعده ايضا كيروش قبل كده من التواجد مع الفراعنه في بطوله كاس العرب. كمان استبعاد احمد فتحي وحسين فيصل، لكن القايمه كمان فيها عوده تريزيجيه، ودي طبعا نقطه كويسه جدا. لكن احنا مش عارفين الحقيقه ايه المعايير اللي بيختار من خلالها كيروش اللعيبه، وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده من خلال القائمه دي اسماء اللعيبه ال 40 اللي جاءت اسمائهم في هذه القائمه. خلي بالك ال 40 مش هم دول النهائي، لان انت المفروض بتختار 25 مع القرار الجديد علشان الكورونا، اي لاعب هيصاب بالكورونا ففي 5 اضافين، فالمجموع بيبقى 28، يعني في 12 تقريبا برده مش هيكونوا ضمن القائمه. فعلى كل حال احنا مش هنتكلم في تفاصيل او هنبدي راينا، ولكن عندنا بس تساؤل ان في بعض الاسامي المنضمه كانت مؤخرا للمنتخب اللي قدرت فعلا ان هي تثبت نفسها، ودي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها كريم طبعا. اللي هو دي النقطه الايجابيه من هذه البطوله اللي احنا بنقول عليها برضو بطولة يعني تجريبية. فانت عندك اسامي لمعت جدا، فاحنا عايزين بس نعرف هي الاسامي دي ليه لم تنضم. يعني زي ما انت قلت طارق حامد، طب وفكره برضو حسين فيصل، حسين فيصل لاعب اكثر من ممتاز وغيرهم من الاسامي. فده او ده التساؤل المطروح حاليا، ليه في اسماء لمعت مش موجودة مع القايمة؟ على كل حال